Uh, is uh, directly to the international company international company not uh, not for local maybe some local company they ask for it but the style and the language is for the international uh, company especially today because of uh, of the internet you can work from home. طبعا اكو بعض انا اتمنى بان الصوت واضح والاضافات ما تاثر على الصوت الصوت بعد دكتور واضح. بس العرض بس البوست موجود اي بعد بعد بعدنا <applause> نعم <ده. بعدنا> <applause> دكتور الصوت واضح نعم جاي جاي بعد ما بدينا هو بس البوست لحد الان فقط البوست بعدنا ما بدينا في شركة الشركات دوليه حالا اكو قسم هسه يقول انا شو اسوي بال للشركات الدوليه حاليا الشركات الدوليه حتى انت ممكن في العراق انت تكون تعمل في شركه ليش لانه حاليا بسبب الانترنت وبسبب فيروس كورونا اكو اعمال جزئيا نسميها، هاي الاعمال ممكن انت تقوم بها من خلال بيتك من خلال موقعك ممكن ان تعمل في بريطانيا في امريكا وهكذا لهذا هذا الكورس اصبح مهم جدا مهم ليس فقط لغير الناطقين باللغه الانجليزيه مثلنا حتى للناطقين في اللغه الانجليزيه بداوا يبحثون عن الاسلوب الافضل لكي يقبلوا في مقابلات العمل learning english for business interview تعلم اللغه الانجليزيه لمقابلات العمل uh, what we cover in this course how to write a cv in english how to prepare for a job interview in english how to introduce yourself for a job interview and job interview in english ما سيم تغطيته في هذه الدوره كيفية كتابة السيرة الذاتية في اللغة الإنجليزية، كيفية التحضير لمقابلة العمل، كيفية تقديم نفسك في مقابلة العمل، وفي الأخير هي كلها Job المراجعة الكاملة. اعتيادي احنا من في البداية من نشوف أي إعلان للتقديم إلى الوظيفة، الخطوة الأولى للتقديم للوظيفة هو شنو هو بأنه ننطي السي في الخاص بينا الكيركولومبيتر أو الرسمي وهسه حنشرحها منه الشغلة الثانية بأن نحضر نفسنا للمقابلة اكو تبات أه لكيفية تحضير أنفسنا للمقابلة والثالثة كيفية التعريف عن أنفسنا أوكي أه بهذه الأمور اللي حنأخذها حنأخذ أه كلمات مفردات خاصة بمقابلات العمل وحنقوم بترجمتها أنا حقوم بترجمتها همينة يعني. على مود تعرفون هاي المصطلحات الموجودة نبدأ tips top tips for writing a CV النصائح الأكبر أو النصائح الأكبر لكتابة السيرة الذاتية key vocabulary to include in your resume uh, الكلمات المفتاحية اللي uh, تستخدم في السيرة الذاتية 75% of recruiters recruiters هما الشغلات المشغلين الأشخاص اللي يدورون عن أشخاص uh, للعمل من recruit and talent manager ومديري المواهب use some form for recruiting or applicant tracking software to manage their hiring process يستخدمون use some form يستخدمون برامج معينة آه, هاي البرامج شو تسوي؟ خلنا نشرحها بالعربي وبعدين نكمل في الانجليزي آه, انت من تقدم عمل في شركة عالمية آه, الشركات العالمية ما عندها وقت ل... بأن تضيعه في بدايه الأمر لن يشاهد أي شخص سيرتك الذاتية كيف ذلك؟ عندهم سكانر عادي، عادي لكن هذا الماسح بنوع من الذكاء الصناعي فهو حيبحث عن أمور معينة في هذه السيرة الذاتية إذا موجودة حتروح إلى المرحلة الثانية، إذا غير موجودة سترفض بدون ان يشاهدها اي شخص. اوكي؟ هاي البروسيسنج الاول أه بانه في البدايه أه انت من تقدم من تقدم سيرتك الذاتيه أه ستروح على برنامج معين، هذا البرنامج حيبحث عن كلمات مفتاحيه موجوده في السيره الذاتيه. اذا كانت هذه الكلمات المفتاحيه موجوده ستروح السيره الذاتيه مالتك الى المرحله الاخرى. إذا لم تكن موجودة ستستبعد بدون أن يراها أي شخص. أوكي؟ okay? In Including technology that فلتر CVs before human eyes have even taken a look. هذا البرنامج يتضمن إحنا سد نشرح الإنجليزي دا ترجم لكم يا عم تعرفون الكلمات المستخدمة. In including technology تستخدم تقنية that filters تقوم بتصفية CVs السيرة السيرة الذاتية before human eyes قبل العين البشرية أن تشاهده before human eyes have even taken a look if you you are struggling to get past the first round when you applying the job إذا كنت أنت uh, uh, شو نقول تريد uh, بشدة struggling تريد بشدة ترجمتها ضمن النص للعبور to get past من الجولة الأولى uh, to the first round when applying for job عند التقديم للعمل in English Having a well-writing and intentionally designed CV uh, يجب أن تمتلك well-writing يعني uh, مكتوب بشكل جيد وموجه uh, إلى uh, هذه البرامج to getting past the automatic resume scanner وذلك لتجاوز uh, scanner القراءة الذاتي للسيرة uh, للسيارة الذاتية In this lesson you will learn the top five tips for writing a CV in English في هذا في هذا الدرس في البداية سنأخذ الخمس النصائح الأفضل uh, لكتابة السي في في اللغة الإنجليزية لأجل المقابلة. شنو هي هاي التوب 5 tips؟ use a simple استخدام فورمات بسيطة في بعض الأحيان بعض الأشخاص يستخدم كلمات معقدة أكثر من اللازم يفضل استخدام الكلمات البسيطة اللي توضح المعنى في يعني مو إلا بأن تستخدم كلمات معقدة قد كت... تكون أكثر تعقيدا من يفهمها شخص حتكون مرفوضة بالسي في. بو... your most relevant experts first. أه بالنسبة إلى ال... نقول الكفاءات الموجودة عندك أو الخبرات اللي موجودة عندك مسبقا يفضل بأنك أنت تخلي ال... في البداية الأكثر المتعلقة بعملك يعني من تبدي متعلقة بهذا العمل يعني من تبدي الترتيب في بعض الأحيان بعض الأشخاص عندهم سي في واحد يقدموه في كل مكان هذا الموضوع خطأ لازم أنت السي في مالتك موجه لعمل معين فلازم أنت بالتقديم لكل عمل تعدل السي في حسب هذا العمل التعديل الاول اللي يكون مو يكون بالجزء الاول منه حيكون بالجزء الثاني اللي هي الخبرات حتخلي الخبرات المتعلقه بهذا العمل في البدايه only show relevant accomplishment accomplishment هي الانجازات الانجازات الخاصه بك ففقط اظهر الانجازات اللي لها علاقه بالعمل طبعا الموضوع يعتمد على ماذا انت مك... ايش تقدم اذا تقدم العمل فيفضل بان انجازاتك تقدم الانجازات اللي خاصه فقط بهذا العمل ستيسيفاي اوتوماتيك سي في سكانر أه هنا ستسيفاي من باب الارضاء يعني ارضي السكنرات الاوتوماتيكيه طبعا أه بانك انت يكون السي في ماتك بي كي معين هسه ناخذه uh, education and qualification طبعا اي سي لازم يكون عنده ب uh, المؤهلات الخاصه بك والتعليم احنا لحد الان بدايات بن دن... شو اسمه السي او السيره الذاتيه شنو هي الاشياء اللي تكون الرئيسيه شنو هاي الكي اللي احنا قلنا بيها اول شيء المعلومات الكونتاكت انفورميشن المفروض أن تتكون من النيم الاسم الديت اوف بيرث الولاده تاريخ الولاده الفون نمبر رقم التليفون الصالح والايميل ادريس الايميل الالكتروني اذا عندك ويب سايت واذا كان الموقع يتطلب بانه معرفه بالانترنت والويب سايت او السوشيال ميديا ممكن تخليها السوشيال ميديا هي آه مثلا الفيسبوك تويتر، فممكن تخليها اذا كان اكو علاقه للعمل بها هذا الكونتاكت انفورميشن الكارير اوبجكتيف في آه السيارة الذاتية العالمية تختلف عن سيرنا الذاتية بأنك أنت لازم آه تشرح لماذا أنت ترغب بهذا العمل ليش أنت تريد ترغب بهذا العمل أو شنو الإضافة اللي أنت ممكن تضيفها لهذا العمل السيرة الذاتية العربية المشهورة والسيرة الذاتية اللي احنا نكتبها خالية من هذه الأمور فالكارير اوبجكتيف شنو ريزلت درايفنج ريزلت درايفنج يعني النتيجة المساقة شنو النتيجة seeking a new challenge البحث عن تحديات جديده هاي هم سبب مقبول في الاكثر بانك تبحث في تحدي جديد، طبعا هاي تستخدم اذا كان العمل شويه بعيد عن عملك السابق، يعني من تقدم لعمل يختلف قليلا عن عملك السابق حتكتب ضمن السياق او هاي بانك seeking for a new challenge تبحث عن تحديات جديده. performance driving, uh, driving. Uh, اداء تطوير الاداء. والموتيفيتد الدافع الموجود والخبره هنا إحنا, احنا فقط بنعرض دنع نعرض الشغلات اللي مفروض موجوده اللي حيبحث عنها السوفت وير الموجود الاوتوماتيك سكانر السوفت سكيلز سوفت سكيلز هذا مصطلح هسه احنا حنعرفه هم مصطلح هم موجود في البزنس شني الموجود بالsoft skills شنو تذكر؟ Calibrate with the design team التعاون مع الفريق المصمم لك communicate the project aim التواصل تواصل هدف التواصل من المشروع شني soft skills؟ هذا مصطلح يعني personal attribute that enables someone to attract effective and harmoniously with other people. سمات الذاتيه اللي تجعل الشخص قادرا للتاثير والانسجام مع بقيه الناس هذا شيء شيء يدعوها تدعى بسوفت سكيلز يعني من انت نشوف سوفت سكيلز طبعا السيره الذاتيه للشركات اكو نوعين اكو سيره ذاتيه انت تكتبها وترسلها الشائعة أكو سيرة ذاتية هسه جديدة ظهرت بأنه مثل الفورم مثل جوجل فورم فهو حيقول لك أكو شغلات مثلا مثلا السوفت سكيلز أنت لازم بكل مربع تملأ المعلومات الخاصة بها فإذا عثرت على مثل هاي المصطلحات آه, آني أكثرها ترجمتها على مود يكون آه, على معرفة فيها فمن ضمنها السوفت سكيلز اللي هي السمات الخاصة للشخص لتخليه أثر إيجابي وينسجم مع بقيه الاشخاص او بقيه فريق العمل. لحظه بس خلنا نرجع. ال achievement آه الإنجازات اللي موجودة مثلا increase revenue by 15% in كيو 1 شنو معنى هاي الجملة؟ زيادة العائد increase revenue، ريفينيو العائد زيادة العائد 15% in كيو 1 q 1 بالعمل أكثر شيء تشير إلى كوارتر 1 يعني الربع الأول من السنة من تشوفون q 1 أو q 2 آه في العمل القصد منها Quarter one او quarter two اللي هو الربع الاول من السنه او الربع الثاني اوكي. Okay. Implementing a new auditing process تطبيق طريقه تدقيق جديده في عمل معين مثلا. Organize a monthly workshop. Uh, تنظيم uh, ورشه عمل شهريه. The education مثلا الديجري الديجري طبعا ممكن بان تشير الى البكالوريوس او تشير الى الدبلوم العالي او الدرجه الاقل من البكالوريوس والبكالوريوس الباتشلر الماستر والبي اتش دي <applause> هنا اكو شويه اختلاف بان هم عندهم اكثر من نوع من الدكتوراه احنا نوع واحد دكتوراه في الفلسفه الدكتوراه في الفلسفه في مجال الهندسه دكتوراه في الفلسفه في اي مجال معين بالخارج لا عندهم مثلا اكو دكتور إن انجينيرنج اكو دكتور ان ارت هاي تختلف احنا الاكثر الموجوده عندنا هي البي اتش دي اللي هي دكتوراه في الفلسفه في مجال معين هاي هم انتبهوا عليها في وصف الدرجه الوظيفيه مالتكم الاتشيفمنت اوورد جوائز الممنوحة and affiliation والمنظمة يعني affiliation يعني مكان العمل هاي تتضمن ال organization المنظمات volunteer work ال volunteer work يعني العمل التطوعي العمل التطوعي مهم جدا حاليا ال academic award الجوائز الأكاديمية وال إذا كان عندك زمالات ممكن نستقبل هسه اذا عندكم اي اسئله اكو عندكم اي سؤال؟ قبل ما نكمل؟ اكو اي شيء ما مفهوم لحد الان؟ العفو دكتور بس ال شويه ترجمة سريعه والشرائح ما نلحق نسوي لها ناخذها سكن جيد جيد احنا هو ال الشرائح حننطيها ححاول اترجم بصوره ابطأ ممكن مساء الخير العفو دكتور هل ضروري السي يحتوي صوره لو ما, ما ضروري؟ احنا هاي نجي عليها عموما عموما ممكن كل السي فيات تخلي صوره الها لكن في بعض انواع الشركات تفضل بانه السي يكون بدون صوره ودائما اكو يخلوا لكم هنت او يخلوا لكم مثلا باراجراف عن نوعيه السي في اللي يردوه فيذكرون اذا كان بصوره او بدون صوره اكو بعد اسئله لو نكمل جيد المشكله بالجوجل ميت ما بتسجيل محاضرات ف... دا نشوف طريقة للتسجيل نشوف أو إذا ما أمكن مثلا وحدة التطوير وحدة التأهيل والتوظيف بأن تنقل إلى برنامج آخر مثلا الفري كونفرنس اللي بعد التسجيل متاح لها عفوا دا أشوف آخر, آخر كلمة شنو هي آخر كلمة شنو معناتها دكتور نعم. ولا وقاطعك نعم احنا كل محاضرة ننزلها بي دي اف على قناه وحده التاهيل والتوظيف. جيد، مهم أنا هم هنا هم يدورون على الترجمه. <applause> انا ادري ايش فأني انا هم اترجم يعني وياي وححاول اترجم ابطا على مود ياخذون الكلمات. خلي نكمل ونرجع مره ثانيه أه ناخذ اسئله بعد مده، طبعا انا يعني تقصدت بانه محاضره اليوم تكون خفيفه وليست ثقيله. Uh, ومحاضرة غدا لا حتكون شوية أعمق بالموضوع uh, proper order of section الترتيب المناسب uh, للسيرة الذاتية هذا المعنى أول شيء CV header with contact information CV header هو رأس السيرة الذاتية رأس السيره الذاتيه اللي هو يكون عاده معلومات الشخصيه اثنين بيرسونال بروفايل البروفايل الشخصي اللي يتكون من شنو ممكن سي في اوبجكتيف اور سمري الاوبجكتيف احنا قلناها مثلا الغايه اللي انت تريدها من العمل في هذا المكان او ممكن تسوي سمري سمري ملخص عن عملك او عن شيء لكن شي يكون يكون متعلق بهذا العمل مو يكون عام يكون متعلق بالعمل اللي تريد تشتغل به الوراها السكشن وراها الورك اكسبيرينس خبرات العمل ورا الـ education، التعليم المؤهلات الموجودة ورا سكيلز المهارات مثلا انت في اي مجال لكن تعرف استخدام الحاسبه تعرف استخدام برامج معينه بالحاسبه مثلا الوورد، الاكسل، هاي كلها سكيلز يسمى مهارات. اديشنال سيكشن سكشنات اضافيه في حال وجودها مثلا احنا اذا قدم اكاديمي آه, نقدم البحوث المنشوره. حنخلي فقره للبحوث المنشوره. هذا يعتمد على نوعيه العمل والشخص نفسه. هسه نجي احنا

سي في السيره الذاتيه تايب يعني اذهب الى احد الخطوط بما معناه القياسيه المستخدمه في السيره الذاتيه اللي مثالها شنو؟ الاريال التاهوما او الهيليفي هيليتيفكا uh, if you prefer since سير uh, font فونت شنو هذا المصطلح since فونت السنس فونت هذا يكون ب ضربه او استطاله للاحرف اللي اللي بيها شلون اللي مستقيمه اكثر من اللازم مثلا شنو الار الكي فحتشوف النهايه مالتها شويه حيكون بها استطاله اكثر من الموضوع هاي يسموها السينسير فونت البقيه الفونتات البقيه مثلا تايمز نيو رومان او البوكمان اولد ستايل آه هذه الخطوط المشهورة اللي تستخدم في السيرة الذاتية والأهم بأن تكون خطوط واضحة بأن يكون القارئ يقدر يقراها بصورة واضحة حجم الخط آه يفضل 11 إلى 12 أوكي 11 إلى 12 أنت تشوف هذا الحجم آه صغير لكن هو هذا الحجم اللي ملائم لأنك أنت تريد تخلي السيرة الذاتية يفضل بأقل عدد من الصفحات ويفضل بأن تكون بصفحة واحدة يفضل تكون بصفحة واحدة أو أقل عدد من الصفحات ما عدا الجزء الأول الهيد السكشن تايتل النيمو سكشن تايتل ممكن يكون بخط أكبر مثلا 14 أو 16 Be constant with your CV layout. كونستنت ثابت يعني لا تغير السياق او الفورمات مالتك بعد كل سكشن اوكي حاول تحتفظ بسياق واحد set 1 inch margins for all four sides المارجنز هي حدود الورقه بكل بالوورد اكو حدود للورقه هاي الحدود انت ما تشاهدها بس بالطباعه حتشاهد بانه اكو مسافه متروكه من كل من الاعلى والاسفل والجانب للسيره الذاتيه يفضل بانك من الوورد البيج لايت او مخطط الورقه تصير الحدود الميرجنز واحد انش من كل الجهات اوكي تغيرها الى واحد انش اوكي Make sure your CV headings رأس السيرة الذاتية راس السيره الذاتيه قلنا تتكون من العناوين الشخصيه are uniform منسقه بترتيب معين make them large larger اكبر and embold وغامقه bold ولكن but go easy on italic and underline يعني يفضل بانك لا تسوي italic بيها الخط المائل ولا تخلي جواها خط stick to a signal dates format on your CV. Stick إثبت بما معنى إثبت أو التصق ل فورمات واحدة للتاريخ يعني لا تغير فورمات التاريخ هذا يسموه بروفيشنال غير محترف يعني for example إذا كتبت التاريخ بهذه الصيغة داعش 2017 تبقى تكتبه بهذه الصيغة مو تحول إلى مثلا تكتب الشهر كامل نوفمبر 2017 او اذا كنت تكتب الشهر بصوره كامله مثلا نوفمبر 2017 تبقى بهذه الصيغه طول السي في لا تغير الصيغ مالتك Don't I cream your CV with a gimmicky graphic. اكرم لا تزين تقريباً لا تزين او لا تضف او لا تملا تحشو كرم يحشو اكثر شيء دون تكرم لا تحشو السيره الذاتيه مع الكثير من الصور الصور اللي نسميها مثلا ليموشينات او الصور التعبيريه شنو السبب؟ ليس از مور الاقل هو الاكثر يعني كل ما تختصر أنت حتكون في الجانب السيف سايد. Where space is your friend, recruiters need some breathing room. White space. المسافة هي صديقتك. المشغلين يحتاجون إلى فرصة للتنفس. يعني أنت كل فقرة يفضل بأن تخلي مسافة معينة. تحتفظ بها جمل قصيره وتكون ذات معنى، على مود اللي يقرا السي في اذا وصلت الى قراءه السي في اللي يقرا السي في عنده فتره للراحه للتوقف، اوكي؟ تشوف مثل ما هو مسوي هسه بهذا السلايد هو الجمله هاي الاولى ليس از مور فقط وبعدين كمل بجمله ثانيه وبعدين وقف وكمل بجمله اخرى، هذا ايش تمنح القارئ؟ تمنح القارئ استراحه بانه حيوقف نقول تيك بريث ياخذ نفس ويكمل. Plus بالإضافة، most of the time في أكثر الوقت، most of the time في أكثر الوقت، after you send out your CV، عندما ترسل السيرة الذاتية, it's going to be printed. سوف so, تطبع in a black ink on white paper. سوف so, تطبع uh, باستخدام الأسود والأبيض، الحبر الأسود، في ورق أبيض. The too many graphics may to make it illegible. موجود وجود هذه السمايلز أو هذه الصور الكثيرة يمكن أن تجعلها غير قابلة للطباعة أو غير قانونية للطباعة. مثلاً ممكن تصرف حبر أكثر أو ممكن طباعتها بالأبيض والأسود يفقدها معناها. make your cv brief and relevant uh, اجعل السي في مالتك مختصر بقدر الامكان ومتعلق بالعمل dont be one of those candidates. لا لا تصبح احد هؤلاء المرشحين candidate مرشح It's stuck in the uh, 90s who think they have to include every single details about their life on their cv لا تكن احد اولئك اولئك المرشحين كاديديت ستيك اون 90s الملتصقين في فتره التسعينات هو ثينك الذين يعتقدون they have to include يجب ان يضعوا every single details كل معلومه صغيره بخصوص حياتهم about their life on their CV في سيرتهم الذاتيه اوكي okay. يعني يقول لك لكم من العقول القديمه اللي كان السي في يحتوي على صفحات كثيره جدا تحتوي على معلومات ممكن ما تهم صاحب العمل احنا في وقت عصر السرعه وكل ما كان السي في مختصر اكثر حيكون اقوى اذا كانت المعلومات مركزه به هذا السيمبل سي في فورمات الفوق هاي المساحة المتروكة هي CV header الرئيس جوّا الـ personal profile قلنا الموجودة جوّاها خبرات العمل جوّاها الـ جوّاها السكيلز skills and additional المهارات والـ الأخرى في حال وجودها خلنا ناخذ أمثلة لحظة اكو فقره قبل الامثله بس شويه الانترنت يتشلب مرات ساسال سؤال انتو سامعين بمصطلح سي وسامعين برزيمي اثنيناتهم يشيرون الى السيره الذاتيه احد يعرف شنو الاختلاف بيناتهم بين السي في والرزيمي احد يعرف شنو الاختلاف بيناتهم ممكن احد يجيب ماكو اي شخص جيد خلينا نرجع نشوف احنا شنو الفرق بين الرزمي والسي في الصوت يقطع، آه السؤال آه انتم تشوفون بالملاحظه اكو آه مرات يذكرون سي في ومرات رزمي اثنيناتهم يشيرون الى السيره الذاتيه، احد يعرف شنو الفرق بين السي في والرزمي؟ العفو دكتور نعم اعتقد الرزمي هو سمري يعني المعلومات بها يعني رؤوس نقاط خلينا نقول. بس ال شو اسمه السي في اطول يعني بتفاصيل اكثر هو صفحات اكثر جيد بس محمد يقول عكس عكس هذا كلامك اكو احد عنده راي اخر لا هو سامعك اسهل <applause> اوكي أنا السلام عليكم استاذ اهلا, أهلا بنين استاذ الرزمي مختصره يعني سيره ذاتيه مختصره والسي في تكون اكثر مفصله جيد تقريبا بنفس النقطة أنتم أكو غير شيء لو السلام عليكم السلام عليكم دكتور عليكم السلام, <applause> <عليكم> السلام. <applause> حياك <كلا> الله دكتور <applause> عفوا إذا يعني حسب رأيي يعني معلومة جزء دقيقة ومو غير دقيقة الرازيومي أه نقدمها لحالة مثلا تقديم أه عمل بسيط خل مو نقول منصة أكاديمية أو رسمية ممكن يعني شركة أهلية أو يعني مش يتابع ل يعني مؤسسة مؤسسة حكومية أو فتشي يعني خلينا نقول هذه أكاديمي هذاك غير أكاديمي أو رسمي غير رسمي هكذا هيك يعني سي في للرسميات سي في للجهات الرسمية اللي تابعة لمؤسسات وزارة مثلا منظمات حكومية منظمة أما رسمي لا ممكن يعني فتشي بسيط يعني شلون في التعارف بسيط طبعا اعتقد حسب معلوماتي البسيطه يعني شكرا سيد سواد طبعا هو الاغلبيه انتم يعني اخذتوا الاعتقاد اللي موجود السائد بان اكو اختلاف بين السي في والرزمي هذا الاعتقاد موجود خاصه عند غير المتكلمين باللغه الانجليزيه الحقيقه ماكو ما اختلاف بيناتهم الاختلاف شنو الاختلاف بانه في بريطانيا فيت اللي هي السيرة الذاتية، الشركات البريطانية تستخدم كلمة سي في، أما الأمريكا، كندا المكسيك تستخدم رزمي، أوكي؟ ففي الأكثر لا يوجد اختلاف، فقط اختلاف اللهجة. شوية الانترنت بدأ يزعجنا أتمنى بأن يكون الصوت واضح ما يقطع هسه واضح دكتور جيد سوف فقط نرجع سلايد Let's get this straight once and for all. نأخذ هذه بصورة مستقيمة مرة واحدة للأبد once for all in the hiring industry hiring uh, uh, هي شنو التوظيف industry يعني في صناعة uh, التوظيف nowadays في هذه الأيام there are almost no formal difference لا يوجد فرق رسمي between a CV and resume لا يوجد فرق بين السيرة الذاتية والرزمي السيفي والرزمي It is the same thing that the British call a CV البريطاني النظام البريطاني أو الشركات البريطانية تدعوه CV Americans رزمي الأمريكان رزمي Just like they do with chips and the French fries نفس الشيء بالكلمات المختلفة بيناتهم chips with the French fries بيناتهم بوتيتة الفوتبول and soccer بالنسبة لكرة القدم في النظام البريطاني سوكر بينما في الأمريكي فوتبول أو كوين أليزابيث أو كوين باي هذا الاختلاف فأنتوا من اه تشوفون الشركة لازم تشوفون اه أصل الشركة شنو إذا كانت الشركة بريطانية أو تشت تعمل على النظام البريطاني اللي هو أغلب العالم تستخدمون كلمة سي في اذا كانت امريكيه اللي هي دول امريكا الشماليه خاصه فتستخدمون الرزمي اوكي نجي هاي امثله الى سير ذاتيه جاهزه تشوفون مثلا هاي السيره الذاتيه بدون صوره الجزء الاعلى منها يتكون من المعلومات الاساسيه الاسم يكون بشكل كبير العنوان رقم الهاتف والايميل بعدين اجى البيرسونال بروفايل ستيتمنت ايش كتب مثلا اموتيفيتد ادابتد اند ريسبونسبل كومبيوتينج جراديويت سيكينج a ان اي تي موتيفيتد دافع يعني شخص عنده دافع قوي ادابتبل uh, قابل للتشكيل يعني قابل uh, للعمل والتشكيل في اي عمل ريسبونسبل يحظى بالمسؤولية كومبيوتينج العمل مالته في مجال الكمبيوتنج اللي هي الح الحوسبة graduate computing graduate متخرج seeking a position يبحث عن عمل in IT position اوكي okay. وكمل هاي الملخص السمري اللي موجود عنا اللي يخص هذا العمل مالته يعني هو ما يصير بأن يقول بان هو مثلا جيد بالحاسبة وهو مقدم شغل آه مثلا آه مهندس ودي يقول انا ابحث عن اي تي ماكو علاقه اوكي الـ Achievement كتب الشغلات اللي هو اللي مسويها مثلا implementing major system with zero down downtime and zero motive يعني قال بانه هو مسوي آه مطبق برنامج جديد وهكذا هاي الانجازات اللي خاصه بالشغل اللي هو يريده ذكر الاديوكيشن بالتواريخ بعدين ذكر شوف هذا نظام التواريخ اللي موجود العمل مالته الامبلويمنت همينه نشوف نموذج ثاني هذا النموذج بصوره طبعا النموذج مو واضح بس قلت يعني بس على مود الصوره فلي فوق المعلومات اكو صوره اوبجكتيف بدال ال او الانفورميشن اوبجكتيف الموضوع همين كتب ستيتمنت وبدا همينة التصنيف الثاني نشوف واحد ثالث نموذج ثالث هذا هم نموذج بصوره سيركلون فيتي سي في كتب هم المعلومات الشخصيه مالته اكو صوره مكان اميل الولاده ماتة و ذكره ذكرها اذا راد يشتغل دوليا المفروض يذكر nationality اللي هي البلد الجنسيه مالته بعدين introduction كتب فد توضيح عنه personal experience كتب بهذا الشكل فبروري 2009 جولاي الى فبراوري كتب الخبرات مالته وهكذا عندكم هسه اي سؤال عن الاشياء اللي احنا اخذناها بخصوص السيره الذاتيه احنا ناخذ هسه الاسئله رابط الحضور حينزل هسه لا دكتور كفيت ووفيت مشكور بس طبعا. الملف اذا رجاء يعني اذا كملته تنزلوا لنا اياه حتى نسحبه لان شوية الصوت كان متقطع طبعا و... اي فما واضحه عندنا الصور شرائح بشكل متظم كل شوي انا افوت واطلع اي أيوة هو المشكله بالانترنت بهذا الواقع خاصه اكو زخم اي صحيح استماره الحضور نزلت بالشات همينه هم تمام تمام مشكور احنا بدينا بالسيره الذاتيه باكر لا حنقول اكو مصطلحات اكثر اللي هي التحضير لمقابله العمل واحد من يحضر لمقابله العمل شي يصير وبعدين المقابله نفسها شنو هي الجمل اللي يستخدمها يعني بدينا شويه writing بالمحاضره الاولى وحنروح الى الليسننج والريدنج بالمحاضره الثانيه والثالثه الكونفرسيشن يعني صار هيك التقسيم على مود تكفي اكثر فائده لكم اثناء الدوره اكو اي سؤال اخر عفوا دكتور اكو نقطة مذكورة بالاستماع التشكيل شنو يقصد هنا؟ شنو يعني بهذا المكان الاجابة شنو تكون؟ كلية تقنية مسيب جامعة الفرات الأوسط، جامعة التقنية، يعني مكان العمل. سوري مكان الجامعة اي. يعني إذا أغلبكم مثلاً جامعة الفرات الأوسط يكتب بالتشكيل جامعة الفرات الأوسط. عفوا دكتور يعني اذا خريج جديد تكتب هي بالنسبه للخبرات هي الخبرات مو الا خبرة اي الخبرات مو الا يعني انت مشتغله في شغل سابق مثلا بعد التخرج ممكن انت مثلا اثناء الكليه اشتغلتي مثلا في في العطله الصيفيه اشتغلتي كتدريب ممكن التطبيق مالتكم التدريب اللي تسويتوه بالثالث وين تدربتي؟ ممكن انت مثلا اثناء كل عندك موهبه هاي الموهبه خلت لك خبره معينه مثلا البرمجه في الحاسب هاي الخبرات يعني مو الا بانه شنو المتوظفه هاي التوظيف اخر شيء نضيفه اللي هو الامبلويمنت اذا كنت متوظفه ما لها علاقه بالخبرات تكون في اخير السي في استاذ بالنسبه للبريد اكتب البريد الخاص بالجامعه اي البريد هو اي بريد يعني الكتروني تستخدموه؟ بس اعتقد هم يريدون بريد الجامعه دكتور حيدر بارك الله بجهودك الله يبارك فيك استاذ محمد ويا ريت من الاخوان اللي شاركوا اليوم باكر ان شاء الله يكونون متواجدين يعني نفس الوقت لان هاي الدوره جدا مهمه والجامعه ياكدون على اقامه دورات دكتور لان الخريج يحتاج شغلتين اساسيات انه اللغه الانجليزيه وحاسوب. صحيح احنا شويه الطلاب من شويه ضعيفين بهذا المجال يعني وماكو اي اشكال يعني اعتقد هي الموضوع للفائده العامه وحضور الدوره اعتقد مفيد للجميع. اتمنى طبعا بانه احنا ضفنا الى معلوماتهم.